في نشرة فيسبوك اليوم: اغتيال داعش للمخرج السوري ناجي الجرف في وضح النهار. إنها الصدمة التي أوجعت الكثير من الفيسبوكيين السوريين والعرب ليعلنوا الحداد أو ليستبدلوا صورهم بصورة الجرف الذي كان يعرف تحبباً باسم الخال، نظراً للدفء الخاص والاحتضان الأبوي الذي كان يحيط بهما كل من عرفه أو عمل معه، كما أكدت شهادات أصدقائه. فالجرف كان من أبرز الناشطين الإعلاميين المدافعين بشراسة عن الثورة السورية العابرة لكل الطوائف والمذاهب والمناطق في سوريا، ومن المحاربين في الوقت نفسه لكل سارقي ومشوهي هذه الثورة، بدءا من جبهة النصرة وصولا حتى داعش. فهو من أخرج في المي داعش في حلب والرقة تذبح بصمت، وحارب الظلمية بكل أشكالها. ومن المؤثر جدا أن آخر ما كتبه كان أشبه بوداع، ويشار إلى أن داعش قتله في تركيا قبل يوم واحد من سفره إلى باريس للعلاج. وقد تناقل أصدقائه الذين يعرفونه والذين لا يعرفونه آخر ما كتبه قبل أقل من 10 أيام عن حلمه بقبر صغير يضمه في بلدته، هو الذي فقد والده منذ نحو 4 شهور فقط. كثيرون كتبوا وعبروا بطريقتهم، ومن التعليقات المؤثرة كانت للرسام الكاريكاتيري سعد حاجو: ناجي الجرف لا أستطيع أن أرسم. اغتيال ناجي الجرف كتبت عنه الصحف من حول العالم لما كان قد حققه من حضور من خلال عمله الحثيث ضد إرهاب داعش. ويشار إلى أن الجرف ليس أول من يغتاله داعش في تركيا، إذ اغتال منذ أشهر فقط ناشطين آخرين من مجموعة الرقة تذبح بصمت التي يعمل معها أيضا الجرف. ومن الصفحات السورية وموضوع اللاجئين اليومي تداول واسع لخبر تبرع ممثل بريطاني وزوجته $1,000,000 لصالح اللاجئين السوريين. من جهة أخرى، سجل اهتمام كبير في صفحات فيسبوك العربية بالقصيدة التي غناها الفنان العراقي كاظم الساهر بعد أن طلبت منه كاتبتها السورية الصغيرة غناءها في واحدة من حلقات برنامج The Voice، ليسجل مقطع الفيديو هذا أكثر من 1.5 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة. اسمها شيماء. شيماء وعمرها 11 سنة. عمرها 11. كنت أملك بلدة جميلة ومدينة كبيرة. كنت أملك حديقة وأزهار وبيوت كثيرة. كنت أميرة، كان لدي حارة وشارع وعنوان، والآن أصبحت مجرد رقم في الأمم. وأخيرا، تداول كبير لخبر عن معاناة سيدة كندية مع اسمها إيزيس الذي يشابه اسم الآلهة المصرية القديمة، والذي بات يحيل اليوم إلى اسم داعش بالإنجليزية لتتحول حياتها بالكامل مع ظهور داعش. وآخر أوجه هذه المعاناة هو رفض شركات الطيران طلبها بالسفر عبرها.